يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. نتحرك بهذه المسيرة وهذه الجولة وهذه أيضا الشعارات التي تشاركنا الفرحة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ وشعارات أبناء القبائل. شوط آخر يتحرك في هذه اللحظة وخصص لفئة الثنايا المهجنات الأصايل مع أيضا الأربعة كيلومترات. نتابع فيها ما شاء الله أبو محمد نازل نزلة قوية وأيضا ماخذ ضربة البداية في هذه الانطلاقة، يدفع بأيضا هنا نشوف الكشف. عطني بلا شريجي بن محمد بن معدن الذي أيضا يرسل الدانات، يرسل الشعارات، يرسل الأصايل في هذه المسيرة ويقدم لنا روعة ومغثة، روعة ومغثة، هذه مغثة وهذه روعة التي يتنافسن على المركز الأول ولما المركز الثالث. عجيبة صابر بن سعيد بن صابر، المركز الرابع جبارة سليم بن حمد الشيباني هو من يتقدم بالمركز الرابع، والمركز الخامس اسمه الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان يقدم لنا ايضا حشيمه، والمركز السادس الشاهينيه اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة يتواجد ايضا مضمرا. اما المركز السابع، المركز السابع هذا 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 شعار، شعار له وزنه في عالم التحديات، يتقدم على ظهر سلوده محمد بن طارش بن مبارك الحميري. والمركز الثامن هذا عملاق العويل، هذا عملاق العويل، وش يابك في الثنايا؟ وش يابك في الحول يا ابو نواس؟ انت متخصص في الصغار، انت متخصص في الفطامين، في الحقاقه، في اللقايه. بنشوفك بنشوفك اليوم، بنشوفك في الثنايا وفي الحول، هل لك نصيب الاسد؟ هل لك نصيب الاسد؟ ما اظني ما يعرف يضمر هنا الكبار. ما نشوف نشوف بنواس، يا سلام، نشوفك اليوم، بنشوفك يا عملاق العوير، عنده نوايا على على المقدمه. نشوف المركز التاسع اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، هذه المراكز الاولى، هذه المراكز الاولى، الله اعلم الناموس وين بيصير، ما ادري. الجماعه كلهم في مكان واحد، هل هو بياخذ الشريجي؟ هل هو بيصير عند صابر؟ هل بيصير عند بنواس؟ هل بيذهب الى الحميري؟ او بياخذونه الشيوخ الناموس؟ ما ادري، الله اعلم، الله اعلم وين بيصير. نحن نتابع ونراقب ونشوف ونتابع منو بيرشح في هذا الشوط، منو بيرشح، لو من بعيد يشر لنا، لو من بعيد يشر لنا في هذا الشوط، يقول له جائزه، له جائزه اللي بيرشح ويفوز بالترشيح. يلا بنشوف، واحد اثنين ثلاثه، ما ادري، الله اعلم. الجماعه كلهم بدوا بالرحيل، الجماعه بدوا بالرحيل، يا راحل وين الشير سوى ظليل، وين ارتعت الارام فيه اليازيات. هذا هو بن معدن، هذا بن معدن مرشح عمره، الله الله الله. هنا تتواجد حشيمه اسمه الشيخ مايد بن محمد بن راشد ال مكتوم محمد بن عبد الله بن حميد ابو عمر ايضا يتواجد بقوه، والمركز الثالث بن سليم حاضر، بن سليم اظني الناموس بيصير عند بن سليم، الله اعلم انه بيصير عند بن سليم الناموس، بدا يشق طريقه، والحميري ايضا يتابع بن سليم، والحميري يتابع بن سليم، او صابر بن صابر بالمركز السادس ايضا. راحوا الجماعه عنك يا صابر، راحوا الجماعه عنك، نشوف الناموس وين، نشوف الناموس وين. الصراع بدت والامور واضحه، الامور واضحه في هذه. بن سليم انا اللي رشحتك، ما حد رشحك، ما حد رشحك، ولكن بن معدن، بن معدن اليوم الله، جوكر احمر اليوم، اليوم جوكر احمر بن معدن، يعني يلعب في اللحظات الاخيره، ينزل في اللحظات الاخيره. نشوف نشوف نشوف، بدينا نوصل لوحه ال 1200 متر. يا بن معدن طاح مركبيك، هذا هو يا ابو الهم، ركبي بلا راس بلا اذنين ولا له ضروس ولا له ايد يقبض ولا له ايد يقبض. الله الله
هذه المشكلة، هذه المشكلة. ما وصيت عاملك يزر البطان على الابدان، ما وصيت عاملك يزر بطانها على ابدانها. الله، هني هني المشكلة، هذه المشكلة عاد اللي تستوي، هذه المشكلة اللي صارت. ولكن هناك بن سليم ما عنده مشكلة، طريقك سالك، طريقك سالك، طريقك سالك يا راعي جبارة بن سليم. يلا نقول، ولكن أبو عمر أيضا يتواجد، والحميري يتواجد، والجماعة متواجدين، الجماعة هاجمين، الجماعة وين وين ناوين؟ بدت تتجاوز حشيمة، حشيمة حشيمة، والحميري والناموس، والناموس بدأ يطلع، الناموس بدأ يطلع إلى أهل العوير، إلى أهل العوير. ولكن الحميري هو من يحرك، بن معدن بعد ياكم من الجانب الثاني، انسحب ولكن قدم وحدة أسبق عن الأولية، أسبق عن اللي طاح اعتاده. هذه بدأت أيضا تهجم، تهجم على الأول، تهجم على الناموس. ولكن حشيمة، حشيمة يا حشيمة، حشيمة هي من تتألق، هي من تأخذ الميدان عرض وطول، عرض وطول مع حشيمة. بن معدن يا بن معدن، بن معدن حرك، حرك يا شريجي، حرك يا شريجي. ولكن هنا الحميري، الحميري الحميري حرك. الله الله الله، راعي سلودة محمد بن طارق، محمد بن طارق، روح روح روح، كمل كمل الفرحة، كمل الناموس، كمل الناموس يا محمد بن طارق. سلام، نقول سلام، وين 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 السلام يذهب؟ الله، بن طارش، تهانينا تهانينا، والناموس محمد بن طارش. الحميري الثاني حشيمة اسمه الشيخ مايد محمد رايد المكتوب، الثالث بن معدن، والرابع بن سليم، والخامس بونواس، والسادس. طيب، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا، أو الناموس.